السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل دروس الصف السادس منهج العلوم الفصل الدراسي الأول، وكنا آخر حاجة اتكلمنا عنها أشكال الطاقة المختلفة، وكان آخر شكل من أشكال الطاقة هي الطاقة الكامنة. بنكمل اليوم تحولات الطاقة. اتكلمنا عن الطاقة وقلنا إن الأشكال متعددة للطاقة. طب الطاقة دي الشكل المعين ده بينتهي وبيفنى؟ لا، ده ما بينتهيش، ده بيتحول من شكل إلى شكل آخر. أمثلة لتحولات الطاقة عندنا، ربنا خلق لنا الطاقة الشمسية بتعطيني ضوء، بيستخدمها النبات في صنع الغذاء بتاعه. طبعا درسنا الصف الخامس الجبيلات بتحب تحجز طاقة ضوئية عشان تعمل الغذاء. يبقى هنا في كان عندي طاقة ايه؟ طاقة ضوئية، اتحولت في النبات الى طاقة ايه؟ ايوه، طاقة كيميائية، لان اصبح الغذاء هو مكون كيميائي. ولسه كنا واخدين الحصة اللي فاتت ان الطاقة الكامنة الكيميائية شكل من اشكالها اللي هو الطعام. يبقى هنا صورة او مثال لتحولات الطاقة اللي هو طاقة ضوئية. بكتبها ازاي تحولات الطاقة؟ طاقة ضوئية من الشمس، بعمل سهل واقول ايه؟ طاقة كيميائية في النبات. يبقى السهم ده معناه ايه؟ ان في تحول من طاقة ضوء الشمس الى طاقة كيميائية تمت في النبات. ده المثال الوحيد؟ لا، في عندي امثلة عديدة. مثلا استخدام المصباح الكهربي زي ما خدته في الصف الخامس، استخدمت نضيضة وولدت لي النضيضة طاقة ضوئية وحرارية في المصباح. ايه التحولات الطاقة اللي تمت فيها؟ احنا دلوقتي كبرنا وممكن نعرف بقى التحولات ازاي. كانت الاول طاقة كيميائية، ايوه لسه قايلين الطاقة الكيميائية في النضيضة. لما بعمل لها توصيل كهربي يبقى بتتحول لطاقة كهربائية، بتديني كهرباء. في الدائرة، وبعدين الطاقة الكهربائية في الدائرة بتعطيني ايه بقى؟ لو استخدمت مصباح يبقى هيديني ضوء وحرارة، لو استخدمت مثلا جهاز عشان يحصل على تدفئة زي مكواة يبقى هتديني حرارة، حسب الجهاز اللي انا هستخدمه فيها في الدائرة الكهربائية. يبقى طاقة كهربائية في الدائرة ده أساسي، من كيميائية إلى كهربائية. الصورة الثالثة يبقى طاقة ضوئية مثلا وحرارية في ايه؟ المصباح الكهربي. في امثله عديده، مثلا في الانسان نفسه بيتناول الطعام، والطعام قلنا طاقه كيميائيه. طب في جسمك لما بتتناول الطعام بيتحول الى اشكال من الطاقه تانيه، بتقدر تتحرك يبقى بتحول لطاقه حركه، وبيدفي جسمك يبقى بتولد طاقه حراريه في جسمك عشان تحافظ على درجة حرارة جسمك اللي ربنا ثبتها عندنا عند درجة حرارة المثالية اللي هي الإنسان السليم اللي هي 37. يبقى هنا في تحولات للطاقة في بتحدث في الإنسان من طاقة كيميائية في الطعام إلى طاقة حرارية وحركية. إيه كمان؟ المذياع المرئي فيه طاقة. طاقة إيه؟ أنا الأول بستخدم إيه؟ مصدر الكهرباء، يبقى طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة إيه؟ ضوئية وصوتية وحرارية في المذياع. في القطار الفوعاني اللي بنلعب بيه في الملاهي بيطلع لفوق يبقى بيخزن طاقة كامنة تجاذبية، ينزل لتحت تتحول الطاقة الكامنة التجاذبية إلى طاقة حركية إلى الأسفل. في كمان مضق الوتد اللي بنستخدمه عشان نعمل ايه؟ من كلمة مضق الوتد، بيبقى عبارة عن مطرقة متعلقة في ارتفاع معين، لو تركتها تسقط اتحولت الطاقة الكامنة التجاذبية اللي فيها الى ايه؟ طاقة حركية. بتصطدم بايه؟ بتصطدم بالوتد، يقوم الوتد بيعمل حفرة في الأرض، وكده بستخدمه عشان مثلا أعمل خيمة لو أنا عايزة أعمل خيمة متعددة الأغراض يبقى أنا بستخدم مضق أوتاد. وفيه برضو صور من أشكال تحولات الطاقة. طيب أنا عايزة بقى حد يقول لي إيه هي تحولات الطاقة، وده هيكون سؤال الواجب عندي. الواجب أذكر تحولات الطاقة في مثلا الألعاب النارية،
في تحولات طاقه. من الطاقه ايه؟ العاب ناريه، يبقى بستخدم ايه؟ طاقه كيميائيه، لان انا بعمل ايه؟ بعمل اشتعال، يبقى هنا في احتراق، تغير كيميائي، طاقه كيميائيه. اعطتني ايه الالعاب الناريه؟ ايوه بتديني طاقه ضوء، بتديني طاقه صوت، وبتديني طاقه حركه كمان. يبقى دي كلها اشكال من الطاقات اتحولت من صوره الى اخرى. ويبقى كده أخذنا أمثلة عديدة لتحولات الطاقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة أو حصة قادمة لدروس الصف السادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.